لي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. كان الكلام في بيان القضاء والقدر الإلهي. قلنا بأن مرجع القدر والقضاء إلى قانون العلية والمعلولية العامة، وبعبارة أخرى أن هذا المفهوم وهو مفهوم القضاء والقدر يريد أن يشير إلى هذه الحقيقة، وهي أنه كلما تحققت العلة التامة فالمعلول حتمي الوجود وضروري التحقق، ولا ينفك المعلول عن علته التامة. فكلما تحققت العلة التامة فالمعلول لابد أن يتحقق في الخارج، وهذه هي مسألة عدم انفكاك المعلول عن العلة التامة. إنما الكلام، كل الكلام، هو أن العلة التامة بماذا تتحقق. الجواب على ذلك أن أفعال الإنسان لكي تتحقق في الخارج تحتاج إلى علة، وإذا تحققت علتها التامة فالفعل يكون ضروري الوجود في الخارج، ضروري التحقق في الخارج. هذا هو القانون العام، وهو أن فعل الإنسان معلول، والمعلول إذا تحققت علته التامة يكون ضروري الوجود في الخارج. الكلام هنا وهو أن العلة التامة لفعل الإنسان أي شيء هو؟ هل هو الإرادة الإلهية بلا مدخلية لإرادة الإنسان واختيار الإنسان، أو إرادة الله واختياره وإرادته الأزلية إنما تعلقت بوجود الفعل، ولكن إذا أراد الإنسان تحقق ذلك الفعل في الخارج؟ خب إذا قلنا بالاحتمال الأول هو يلزم الجبر، ولا تكون للإنسان أي مدخلية في تحقق الفعل خارجا. أما إذا قلنا بالثاني وهو أن فعل الإنسان وهي حركة اليد هذه أو أي فعل آخر يصدر من الإنسان، هذا الفعل معلول ويتوقف وجوده على تحقق علته التامة، ومن أجزاء علته التامة تحقق ماذا؟ إرادة الإنسان واختيار الإنسان للفعل. فإذا أراد الإنسان الفعل واختاره تحقق الجزء الأخير من العلة التامة فيتحقق الفعل خارجا. فهل أن نظام القضاء والقدر الإلهي ينافي اختيار الإنسان أو لا ينافي اختيار الإنسان بناء على هذا التصوير؟ الجواب أنه لا ينافي، بل بالعكس يؤكد اختيار الإنسان ويؤكد دور الإنسان في وجود الفعل خارجا. فلهذا سيد الطبرطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول: أنتم إذا نسبتم فعل الإنسان إلى تمام أجزاء علته التامة فالفعل ماذا؟ ضروري التحقق. ولكن هل هذا يثبت الجبر أو لا يثبت الجبر؟ لا يثبت الجبر. لماذا؟ باعتبار أن من أجزاء العلة التامة أن يريد الإنسان، وإذا أراد الإنسان إذا يوجد جبر أو لا يوجد جبر؟ لا يوجد جبر. نعم، إذا نسبنا الفعل إلى بعض أجزاء علته فالفعل ضروري التحقق. لو ممكن التحقق،
ممكن التحقق لما قرأنا في محله في بداية الحكمة ونهاية الحكمة أن نسبة الفعل إلى العلة الناقصة بالإمكان، ونسبة الفعل إلى العلة التامة ماذا؟ بالوجوب والضرورة. وقد اتضح ما معنى الإمكان وما معنى الوجوب والضرورة. يقول: فانبساط القدر في وسط صفحة 99 من الميزان الجزء الأول. يقول: فانبساط القدر والقضاء. بينا بالأمس نكتة لماذا يتقدم القدر على القضاء ولا يتقدم القضاء ماذا على القدر، لأن القدر يعني أجزاء العلة التامة، والقضاء يعني ماذا؟ وجود المعلول في الخارج الذي لا يرد ولا يبدل، لا يختلف ولا يتخلف. فانبساط القدر والقضاء في العالم، إذا قلنا ما من شيء إلا بقدر وقضاء، يعني أن هذا النظام نظام ماذا؟ نظام العلية التامة والمعلولية، يعني كلما تحققت العلة التامة يتحقق المعلول خارجا، وذلك لا ينافي، التفت جيدا، وذلك لا ينافي سريان حكم القوة والإمكان في العالم من جهة أخرى وبنظر آخر. يقول: لا ينافي أن فعل الإنسان إذا نسبناه إلى بعض أجزاء علته يتحقق المعلول أو لا يتحقق المعلول، قد يتحقق وقد لا يتحقق. كيف قد يتحقق وقد لا يتحقق؟ نقول: إذا انضمت الأجزاء الأخرى يتحقق، إذا لم تنضم الأجزاء الأخرى لا يتحقق. وهذا هو معنى الإمكان، يعني يمكن أن يتحقق ويمكن ماذا؟ أن لا يتحقق. كيف يمكن ولا يمكن؟ الجواب: هذه الأجزاء الناقصة، يعني بعض شرائط وأجزاء وجود المعلول، إذا انضمت إليها الأجزاء الأخرى فيتحقق المعلول خارج، إذا لم تنضم إليها فلهذا الإخوة تذكرون في البداية والنهاية قلنا بأن الأجزاء الأخرى ليست مأخوذة بشرط لا، بل هي مأخوذة لا بشرط، يعني قد تنضم وقد ماذا؟ وقد لا تنضم. ومن هذه الأجزاء ما هي؟ أي جزء؟ اختيار الإنسان. يعني إذا توفرت كل الشرائط ولكن بعد الإنسان لا يريد رفع الكتاب، يتحقق رفع الكتاب أو لا يتحقق؟ لا يتحقق، لأن العلة علة ماذا؟ ناقصة، ونسبة المعلول إلى العلة الناقصة نسبة الوجوب والضرورة، لو نسبة الإمكان نسبة الإمكان. فإذا انضمت إليها الإرادة واختيار الإنسان فيتحقق الفعل خارجا. فهل أن نظام القضاء والقدر ينافي اختيار الإنسان أو لا ينافي اختيار الإنسان؟ يعني إذا آمنا نحن بقانون القدر والقضاء الإلهي، هذا معناه أنه لا بد أن نلتزم بجبرية الإنسان أو بتفويض الإنسان؟ الجواب كلا، نحن نؤمن بقانون القضاء والقدر الإلهي، ومع ذلك نقول أن الإنسان ما هو؟ مختار في فعله، لأن اختيار الإنسان جزء في قانون القدر والقضاء الإلهي. وكل هذا التصور من الأشاعرة أو المعتزلة إنما جاء لتصورهم أن اختيار الإنسان خارج قانون القضاء والقدر، لا أنه جزء في قانون القضاء والقدر الإلهي. والإمامية ومدرسة أهل البيت قالت بقانون القضاء والقدر الإلهي: ما من شيء إلا بقضاء وقدر. صحيح هذا، ولكن اختيار الإنسان أيضا جزء في هذا القضاء والقدر، فإذا تحقق يتحقق المعلول خارجا، وإذا لم يتحقق لا يتحقق المعلول خارجا. فلهذا نحن نعتقد، التفتوا جيدا، أن الله سبحانه وتعالى علة لهذا العالم، ولكن عليته لهذا العالم تامة لو ناقصة. يعني الله سبحانه وتعالى جزء العلة ويحتاج إلى انضمام أجزاء أخرى حتى يوجد، أو أنه هو تمام العلة؟ حتى لا أقل بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى أول ما صدر، بالنسبة إلى أول ما صدر الله علة تامة وعلة ناقصة. لا يمكن أن نقول أن الله علة ماذا؟
ناقصة، لأنه لا يوجد شيء آخر حتى تنضم ماذا إلى عليته. ولكنه إذا قلنا علة تامة، الفعل ماذا يكون؟ ينفك عنه أو لا ينفك عنه؟ من هنا أشكل البعض طاقه بإذن الله سبحانه وتعالى مجبور لا يستطيع أن يترك. أجبنا عن ذلك، قلنا من أجزاء العلة التامة لله أن يختار، فإذا لم يختار يتحقق ولا يتحقق. إذن عندما نقول الله علة تامة، مو مرادنا سواء اختار أو لم يختار ذلك، لا من أجزاء العلة أنه ماذا، فإذا اختار وتحققت إرادته يتحقق المعلول ماذا خارجا. إذن قانون العلية والمعلولية يتنافى مع اختيار الإنسان أو لا يتنافى؟ قانون القدر والقضاء الإلهي أيضا لا يتنافى مع اختيار الإنسان. لأنكم تذكرون بالأمس نحن قلنا كل المشكلة عند الأشاعرة والمعتزلة أنهم تصوروا إذا آمنا بقانون القضاء والقدر الإلهي بعد لا يمكن أن نلتزم بأن الإنسان له دور ماذا في وجود أفعاله. ومن هنا نجد أن المعتزلة أنكرت القضاء والقدر الإلهي أي في أفعال الإنسان، وجعلت الإنسان مفوضا في فعله. نظرية الإمامية تقول لا، نحن نؤمن بقانون القضاء والقدر الإلهي، ومع ذلك نعطي للإنسان دورا في وجود أفعاله خارجا. لماذا؟ باعتبار أن الاختيار الإنساني وإرادة الإنسان أيضا جزء من أجزاء تحقق قانون القضاء والقدر الإلهي. فالفعل الاختياري، التفتوا جيدا، فالفعل الاختياري كشرب الماء، فالفعل الاختياري الصادر عن الإنسان بإرادته إذا فرض منسوبا إلى جميع ما يحتاج إليه في وجوده كان ماذا؟ كان ضروري التحقق. ولكن ما يحتاج إليه لكي يتحقق ما هو؟ علم وإرادة، هذه من أجزاء ما يحتاج إليه لكي يتحقق الفعل خارجا. وبهذا اللحاظ صحيح أن الفعل ضروري التحقق، ولكن ينافي الاختيار أو لا ينافي الاختيار؟ لا ينافي الاختيار، بل يؤكد الاختيار، لأنه لو لم يكن الاختيار لما تحقق الفعل خارجا. إذا فرض منسوبا إلى جميع ما يحتاج إليه في وجوده من علم وإرادة وأدوات صحيحة ومادة يتعلق بها الفعل وسائر الشرائط الزمانية والمكانية، إذا فرض منسوبا إلى جميع ما يحتاج إليه كان ضروري الوجود. وهذه الضرورة واللزوم تنافي الاختيار أو لا تنافي الاختيار؟ لا تنافي. وهو الذي تعلقت به الإرادة الإلهية الأزلية. الإرادة الإلهية الأزلية تعلقت بتحقق الفعل خارجا، ولكن مطلقة أو إذا أراده الإنسان، إذا أراده الإنسان، إذا اختاره الإنسان، فالإرادة الأزلية تثبت الجبر أو لا تثبت الجبر بعد؟ لا تثبت الجبر، لأن الإرادة إذا كانت متعلقة بتحقق الفعل خارجا سواء أراد الإنسان أو لم يريد فهو الجبر. أما إذا كانت الإرادة الإلهية متعلقة بوجود الفعل خارجا بنحو القضية ماذا؟ الشرطية، بنحو القضية التعليقية، إذا أراد الإنسان تحققه وتوفرت باقي الشرائط فالفعل ماذا؟ ضروري التحقق. قال وهو الذي تعلقت به الإرادة الإلهية الأزلية، لكن كون الفعل ضروريا بالقياس إلى جميع أجزاء علته التامة لا ينا، ومن جهتها لا يوجب كون الفعل ضروريا إذا قيس إلى بعض أجزاء علته ماذا التامة. يعني لو نسب الفعل إلى الإرادة الإلهية، فعل الإنسان إلى الإرادة الإلهية، وتوفرت جميع الشرائط وارتفعت جميع الموانع، ولكن بعد الإنسان لم يختار، تحققت العلة التامة ولم تتحقق، لم تتحقق، فيتحقق الفعل ولا يتحقق؟ لا يتحقق. واضح صار المطلوب. وهذا هو نسبة الفعل إلى بعض أجزاء علته التامة، فيكون بالإمكان ولا يكون بالضرورة. قال كما إذا قيس الفعل إلى الفاعل ولكن دون بقية أجزاء علته التامة. لو فرضنا أن الفعل نسب إلى اختيار الإنسان فقط،
والأجزاء الأخرى لم تكن موجودة، يوجد الفعل خارجا أو لا يوجد؟ ها؟ لا يوجد. لماذا؟ باعتبار أن هذا الفعل ينسب إلى بعض أجزاء العلة التام. افترضوا أنه لكي يرتفع هذا الكتاب يحتاج إلى إرادة الإنسان واختيار الإنسان وسلامة اليد، فافترض أنا أختار أريد أن أرفع الكتاب ولكن يدي كانت ماذا؟ مشلولة، كان هناك مانع من رفعها. يرتفع الكتاب يتحقق الفعل خارجا أو لا يتحقق؟ لا يتحقق. لماذا؟ باعتبار أنه جزء من أجزاء العلة التامة غير موجود. كذلك إرادة الإنسان واختيار الإنسان إذا لم يتحقق لا يتحقق الفعل خارجا لأنه جزء من أجزاء العلة التامة. قال كما إذا قيس الفعل إلى الفاعل دون بقية أجزاء علته التامة فإنه لا يتجاوز حد الإمكان ولا يبلغ البتة قطعا حد الوجوب. فلا معنى لما زعموه يعني الأشاعرة أن عموم القضاء وتعلق الإرادة الإلهية بالفعل يوجب زوال القدرة وارتفاع الاختيار، بعد هذا الكلام لا معنى له. لماذا؟ بل الإرادة الإلهية إنما تعلقت بالفعل بجميع شؤونه وخصوصياته الوجودية، ومن هذه الشؤون والأجزاء ومنها ارتباطاته بعلله وشرائط وجوده. وبعبارة أخرى تعلقت الإرادة الإلهية بالفعل الطاهر من زيد مثلا لا مطلقا، سواء أراده زيد أو لم يرده زيد. لو كان كذلك للزم الجابر، للزم أن لا يكون للإنسان ماذا؟ مدخلية. ولكن الله كما سيضرب مثال سيد الطبائي في صفحات لاحقة يقول أراد تحقق زيد في الخارج، ولكن أراد تحقق زيد في الخارج من غير أب وأم، لو من خلال أب وأم فالأب والأم لهما مدخلية ماذا؟ في وجود زيد في الخارج. الله أراد أن يوجد زيد، ولكن إذا تحققت ماذا؟ شرائط وجود زيدين. أما إذا لم تتحقق شرائط وجود زيدين، الله ما أراد تحقق زيد في الخارج أو لم يرد لم يرد ذلك. بل من حيث أنه فعل اختياري صادر من فاعل كذا في زمان كذا ومكان كذا، فإذا تأثير الإرادة الإلهية في الفعل يوجب كون الفعل اختياريا. وإلا حتى السيد الطبرائي يترقى يقول مو فقط أن القضاء والقدر الإلهي أن الإرادة الإلهية لا تتنافى مع الاختيار الإنساني، بل حقيقة القضاء والقدر الإلهي لا يتحقق إلا إذا كان الفعل ماذا؟ اختياري. هذا ترقي، يعني يقول أن الاختيار أمر اختياري للإنسان، لو أن الاختيار أمر ليس باختياري للإنسان. شوفوا الله سبحانه وتعالى جعلك مختارا في أفعالك، تستطيع أن تفعل فعلا من غير اختيار؟ تقول أنا أفعل هذا الفعل لكن لا بالاختيار، يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن ذلك. إذن من هنا قالوا أن الاختيار ليس الإنسان مختارا في الاختيار، بل هو مضطر إلى أن يكون ماذا؟ أصلا الله خلقه مختارا. والقضاء والقدر الإلهي تعلق بفعل الإنسان ماذا؟ الإنسان المختار، لا مطلق الإنسان ولو لم يكن ماذا؟ مختارا. فالقضاء والقدر الإلهي مو فقط لا ينافي الاختيار، بل يثبت ماذا؟ بل يثبت الاختيار ويؤكد الاختيار. وهذا ما يشير إليه بقوله فإذا تأثير الإرادة الإلهية في الفعل يوجب كون الفعل اختياريا، وإلا إن لم يكن الفعل اختياريا تخلف متعلق الإرادة الإلهية ماذا عنها، لأن الإرادة الإلهية إنما تعلقت بتحقق الفعل خارجا إذا كان عن اختيار الإنسان، فلو تحقق لا عن اختياره هذا خلاف الإرادة ماذا الإلهية. فإذا تأثير الإرادة الإلهية في صيرورة الفعل ضروريا يوجب كون الفعل اختياريا، أي كون الفعل ضروريا بالنسبة إلى الإرادة الإلهية، ممكنا اختياريا بالنسبة إلى الإرادة الإنسانية الفاعلة أو الفاعلية. فالإرادة في طول الإرادة وليست في عرضها حتى تتزاحما. بعد بالأمس بينا ما هو المراد ماذا من الطولية، وما هو المراد ماذا
من العرضية. قلنا ليس المراد من الطولية يعني أن الإرادة الإلهية تصل إلى حد ثم تنتهي ثم تبدأ ماذا؟ الإرادة الإنسانية، حتى يكون هناك جمع عددي بين الإرادتين لتحقق الفعل ماذا؟ خارجان. وإنما المراد من الإرادة الطولية يعني أن إرادة العبد متقومة وقائمة بإرادة ماذا؟ بإرادة الله سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. واضح صار المطلب. يقول هذا فيما يرتبط بجواب الأشاعرة، وفيما يرتبط بجواب المعتزلة أيضا اتضح الكلام. المعتزلة أيضا سلموا للأشاعرة أن قانون القضاء والقدر الإلهي يثبت الجبر، فأنكروا ماذا؟ الإرادة الإلهية في فعل الإنسان، وقالوا بالتفوير. واتضح لنا مما سبق أن قانون القضاء والقدر الإلهي يثبت الجبر أو لا يثبت الجبر، فلا حاجة إلى التفويض الذي قاله المعتزلي. بل هناك جواب آخر وهو ما ذكرته مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهو الأمر بين الأمرين. هذا فيما يرتبط بمسألة الجبر والتفويض ومسألة القضاء والقدر الإلهي. الأبحاث الأخرى بعد الإخوة هم يطالعونها، وتوجد مجموعة من الروايات التي تثبت هذه الحقيقة. في صفحة 105 ينتقل السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه إلى بحث آخر، وهو تحت عنوان بحث فلسفي. ما تقدم كان بحثا كلاميا للمسألة، وهذا بحث فلسفي للمسألة. في هذا البحث السيد الطباطبائي يقسم الفاعل إلى قسمين ثم تقسيمات أخرى. يقول الفاعل إما فاعل طبيعي وإما فاعل اختياري. سيدنا، ما هو الفاعل الطبيعي وما هو الفاعل الاختياري؟ يقول الفاعل الطبيعي هو الذي يصدر عنه الفعل من غير مدخلية لعلمه في صدور ذلك الفعل عنه. الفاعل الطبيعي هو ذلك الفاعل الذي يصدر عنه الفعل من غير أن يكون لعلمه مدخل ودخل وتأثير في وجود ذلك الفعل خارجا. من قبيل ماذا؟ يقول من قبيل النار. هذه النار فيها فعل وفاعل أو لا يوجد؟ بل النار فاعل، والفعل ماذا؟ هو الإحراق أو الحرارة أو النور والضياء وأي شيء. طب هنا يوجد علم أساسا أو لا يوجد علم؟ ها؟ يعني النار عندما تحرق تعلم أنها تحرق أو لا تعلم؟ لا تعلم بذلك، لأنه لا يوجد للنار علم بفعلها، فضلا عن أن يكون لعلمها مدخل ماذا؟ في صدور الفعل منها خارجا. هذا نسميه فاعل طبيعي. أوضح منه المعدة. الآن أنت أكلت طعاما والمعدة بدأت ماذا؟ تقوم بعملية الهضم. أنت افترض بأنه أكو جهاز أمامك ليبين لك كاملا المعدة كيف تهضم الطعام، صحيح أو صحيح؟ الآن هذا علمك إلى مدخلية في عمل المعدة أو ليس له مدخلية؟ أنت علمت أو لم تعلم، علمك لا يؤثر ماذا؟ في فاعلية المعدة. المعدة تقوم بعملها وهي عملية الهضم. فهنا وإن علمت بعملية الهضم ولكن علمك له مدخلية في صدور هذا الفعل من المعدة أو لا مدخلية له؟ لا مدخلية ولا تأثير له. هذا من سمي فاعل ماذا؟ فاعل طبيعي. إذا التفتوا جيدا، الفاعل الطبيعي صار على قسمين: فاعل يصدر عنه الفعل ولا علم له، لا علم له بذلك، وفاعل يصدر عنه الفعل وله علم ولكن علمه له أثر أو ليس له أثر. ليس له. هذا نسميه فاعل ماذا؟ فاعل طبيعي، أو بتعبير سيد الطباطبائي يعبر عنه بفعل اضطراري، يعني أن هذا الفعل يصدر من هذا المبدأ، من هذا المؤثر، من هذا الفاعل، سواء علم أو لم يعلم، سواء أراد أو لم يرد، هذا الفعل يصدر من هذا الفاعل. واضح إلى هنا؟ ها؟
أما عندنا قسم ثالث أو قسم ثاني من الأفعال، وهو أن الفعل إنما يصدر من الفاعل بعلم ممن؟ من الفاعل، هذا أولا. وعلمه له مدخلية في وجود ماذا؟ الفعل خارجا. فهذا الفعل نسميه فعل اختياري، والفاعل فاعل ماذا؟ مختار. كيف؟ انت جنابك تمر من عند مكتبة ترى كتابا، بمجرد ان يقع نظرك على الكتاب تحصل لك صورة تطور عن الكتاب، ثم تتأمل في محتويات الكتاب تجد واقعا ان الكتاب من الكتب ماذا؟ المفيدة لك، فيحصل لك تصديق بفائدة الكتاب. فعندما يحصل لك علم وتصديق بالكتاب وبالفوائد والمنافع المترتبة عليه ماذا؟ تتحرك للدخول ماذا؟ إلى المكتبة وشراء الكتاب لتنتفع به. حتى إذا لم يكن هناك علم، هل كنت تدخل وتشتري الكتاب أو لا تدخل؟ ها؟ من الواضح بأنه الذي أدى بك إلى أن تختار وتريد الكتاب ما هو؟ ها؟ علمك بالفوائد والمنافع المترتبة على اقتناء الكتاب ومطالعة الكتاب. وهذا علم، وعلم له مدخلية في وجود الفعل ماذا؟ خارجا. وأصدر هذا المطلب. إذن الفعل على قسمين، والفاعل ماذا؟ على قسمين. الفاعل تارة يكون اضطراريا، وأخرى يكون ماذا؟ اختياريا. هذا البحث السيد الطباطبائي يبدأ به من صفحة 105 أوائله، ولكن المهم يقول في وسط الصفحة 106: وكيف كان فالأفاعيل بالنسبة إلى موضوعاتها تنقسم بانقسام أولي إلى قسمين. الأول الفاعل، الفعل الصادر عن الطبيعة من غير دخل للعلم في صدور الفعل، كأفعال النشوء والنمو والتغذي للنبات وأفعال الحركات للأجسام. فإن قطعة من الحجر تقع من أعلى إلى أسفل، هذه الحركة نسميها ماذا؟ حركة طبيعية، والفعل فعل طبيعي من فاعل طبيعي، لأن العلم لا مدخلية له. ومن هذا القبيل الصحة والمرض وأمثال ذلك، هذه كلها ليست للعلم مدخلية في وجودها خارجا. فإنها وإن كانت معلومة لنا ولكن وقائمة بنا، إلا أن تعلق العلم بها لا يؤثر في وجودها وصدورها شيئا. فإذا الأفعال على قسمين، إما لا علم بها، إما يوجد فيها علم ولكن العلم لا أثر له في إيجاد الفعل خارجا، وإنما هي مستندة تماما الاستناد إلى فاعلها الطبيعي. والثاني الفعل الصادر عن الفاعل من حيث أنه معلوم تعلق به العلم، كما في الأفعال الإرادية للإنسان وسائر ذوات الشعور من الحيوان. فهذا القسم من الفعل إنما يفعله فاعله من حيث تعلق العلم به وتشخيصه وتمييزه، فالعلم فيه إنما يفيد تعيينه وتمييزه من غيره، وهذا التمييز والتعيين حتى لا يشخص الكمال من غير ماذا؟ من غير الكمال، فيطلب الكمال ويتغفر ماذا؟ ها؟ عن النقص. واضح؟ فلماذا يطلب الكمال ويتغفر عن النقص؟ لأن الإنسان خلق مفطورا على حب ذاته وكمالات ذاته. أساسا الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بهذه الصيغة، بهذا السيستم، وهو أنه يحب ذاته ويحب ماذا؟ كل ما يؤدي إلى كمالات ذاته، ويتنفر من عدم ذاته، وكل ما يؤدي إلى عدم كمالات من إلى عدم كمال من كمالاته الذاتية. إنما الكلام، كل الكلام عند الإنسان أنه ما هو الكمال له وما هو النقص له. هنا الإنسان ماذا؟ قد يشتبه في تعيين المصداق، فيتصور ما ليس بكمال كمالا، وما ليس بنقص ماذا؟ نقصا. وهناك يأتي دور الشريعة ليشخص له ماذا؟ المصداق الأتم للكمال الذي ينبغي على الإنسان أن
يطلبه، وإلا لو ترك السداء لعله يتصور كماله في الأكل والشرب، لو ترك السداء لعله يتصور كماله في الجاه والمقام والرئاسة، لو ترك سداء نتصور أن كماله في جمع المال، لو ترك سداء، وهكذا. وهذه كلها نابعة من فطرة الإنسان، أنه باحث عن الكمال، طالب للكمال، هارب ماذا؟ من النار. وهذا أمر خلق الإنسان عليه، مفطور عليه، مو فقط الإنسان بل كل موجود في نظام عالم الإمكان. ومن هنا نرى إلى آخره، أيضا لا يوجد بحث، المهم الإخوة يظاهروا. إذن الفعل بالأخير يقول، والقسم الأول نسميه فعلا اضطراريا، والفاعل فاعل ماذا؟ فاعل مضطر وليس ماذا؟ بمختار. والقسم الثاني نسميه فعلا إراديا، والفاعل ماذا؟ فاعل إرادي ومختار. هذا بحث. البحث الثاني الذي يشير إليه وهو من الأبحاث الجيدة والقيمة، وهو أن الفعل الإرادي أيضا قد ينقسم ماذا؟ إلى قسمين. أن الفعل الذي يكون عن علم واحد، وأن العلم له مدخلية في وجود الفعل، اثنين، هذا الشرطين احفظوا، يكون هناك علم وأن العلم له مدخلية في وجود الفعل خارجا، أن هذا الفعل قد يكون اختياريا وقد يكون ماذا؟ ها؟ إجباريا. كيف نتصور ذلك؟ قولها. تستطيع أن تتصور ذلك هكذا، وهو أنه لو فرضنا أنه جنابة، أنت جالس تحت حائط، هنا توجد حالتان، الحالة الأولى هو وجدت أنه هبت ريح عادية عاصفة، الآن قد الحائط ماذا؟ ينقض عليك، يسقط عليك. فهنا توجد حالتان، الحالة الأولى إما أن تجلس وتموت، ها؟ لأنه هذه واحدة من قوانين القضاء والقدر الإلهي، وإما ماذا؟ ها؟ أن تهرب من الحائط حتى لا يقع عليك. ما أدري واضح ولا؟ وهذا الفعل نسميه فعل ماذا؟ اختيار الإنسان، سواء جلس فهو مختار في الجلوس، وسواء قام فهو مختار ماذا؟ في القيام. وهنا توجد رواية قيمة من روايات القضاء والقدر، وهو أن الأمير عليه أفضل الصلاة والسلام وجد جدارا يريد أن ينقض أن يسقط، فهرب منه، خرج من تحته، فقيل له يا أمير المؤمنين أتهرب من قضاء الله وقدره؟ قال لا، أهرب من قضائه إلى قدره. يعني شنو؟ على الموازين اللي شرحناها، يعني شنو؟ أهرب من قضائه، لأنه واحد من قوانين هذا الوجود أنه هذا الحائط إذا وقع على إنسان ماذا يفعل به؟ ويموت. إلى قدره، وهو أن القدر مجموعة أجزاء، هسه الأجزاء الأخرى قد تلتحق فيتحقق القضاء وقد لا تلتحق. شوفوا الرواية كم دقيقة، أهرب من قضاء الله إلى قدره، لأن القضاء لا يرد ولا يبدل، إذا تحققت المقدرات تحققت النتيجة، أما القدر لا، أجزاء الحلة وقد تكون تامة وقد تكون ماذا؟ وقد تكون ناقصة. فإذا كانت تامة يتحقق القضاء، أما إذا كانت ناقصة فلا يتحقق القضاء الإلهي. على أي نحو، هذه الصورة الأولى، هذا الفعل نسميه فعل اختياري للإنسان. أمامك قطعة من الخبز، هذا الخبز نجس أو هذا الخبز حرام، وأنت جائع جوعا، لو لم تأكل ها تموت جوعا أو تصاب بالمرض الكذائي أو أي عاهة ونقص آخر. هنا أنت مخير بين أن تختار الجوع وتصاب بالمرض أو بالموت، وبين أن تأكل النجس أو الحرام وتتخلص ماذا؟ من الموت. هذا الفعل نسميه ماذا؟ فعل اختياري للإنسان. هذا الفعل الإرادي نسميه، هذا الفعل ماذا؟ مختار الإنسان بين أن يفعل وبين ماذا؟ أن يترك. ولكن توجد صورة أخرى، وهو أنه أنت جالس تحت الحائط والحائط سالم مولانا، ويأتي شخص يقول إما أن تقوم من هذا المكان وإما أقتلك. فأنت عندما تقوم من هذا المكان فعلك اختياري أو ليس باختيار؟ شوف التفت للبحث جيدا، شوف أنت جالس تحت الحائط والحائط سالم مولانا وتستظل به، أو جالس تحت شجرة وتستظل بظل تلك الشجرة، يأتي جبار، يأتي ظالم، يقول إما أن تقوم من مكانك هذا
واما اني اقتلك. فانت تضطر ماذا؟ ها انتبه، تضطر للقيام. هذا قيامك فعل اختياري او غير اختياري؟ الجواب انه فعل اختياري. فعل اختياري. لماذا؟ انت تستطيع ان تبقى جالسا وتموت او لا تستطيع. واذا معناه انه انت تستطيع ان تقوى، انت تستطيع ماذا؟ اذا هذا الفعل وان كان هناك عامل خارجي عين احد الطرفين وسد ماذا؟ الطرف الاخر، ولكن يخرج عن كونه اختياريا او لا يخرج؟ لا يخرج عن كونه اختياريا. خلوا ذهنكم جيدا يمين. ولكنه هذا الفعل الاختياري وجوديا وفلسفيا في الفقه لا يسمى فعل اختياري، يسمى فعل ماذا؟ يسمى فعل اضطراري. فلا تترتب عليه الآثار ما هي؟ الفقير. فلو أجبرك شخص على أن تبيع بيتك، هذا البيع صحيح لو فاسد؟ صحيح لو فاسد؟ من الواضح فاسد. إذن لو كان فعلك الاختياري صحيح لو فاسد؟ كان صحيحا. ولكن هذه آثار فقهية، ونحن نتكلم ماذا؟ نتكلم في البحث الفلسفي، يعني البحث الوجودي. بعبارة أخرى نحن نريد أن نرى هل يوجد فرق بين الفاعل الاختياري هنا والفاعل المجبر؟ كالفرق الموجود بين الفاعل المضطر والفاعل الإرادي، أو لا يوجد فرق بينهما؟ هكذا توجد بين الفاعل الإرادي والفاعل المضطر يوجد ماذا؟ يوجد فرق حقيقي وجودي بينهما. فبين الفاعل الإرادي المختار والفاعل الإرادي المجبر بحسب هذا الاصطلاح أيضا يوجد بينهما فرق أو لا يوجد بينهما فرق؟ الجواب من حيث الآثار الفقهية يوجد فرق، أما من حيث المسألة الوجودية كلا الفعلين هما ماذا؟ هما اختياريون. إذن لابد أن لا تخطو بين الجبر فينا الجبر ماذا؟ وبين الجبر الكلامي. فإن الجبر الكلامي شيء والجبر الفقهي ما هو؟ شيء آخر. إذن قد يكون الإنسان مجبرا بحد على حد الإجبار في علم الكلام، وهذا بعد لا يترتب عليه ماذا؟ أي أثر، لا ثواب ولا عقاب ولا أي شيء آخر، بخلاف الجبر الذي نقوله ماذا؟ في علم الفقه. ومن هنا نجد أن الإنسان بعض الأحيان قد يجبر على بيع بيته، ولكن هذا البيع لمصلحته الشرع يقول هذا البيع صح. كما لو فرضنا أن الإنسان كان عنده ابن مريض، وإذا ما يبيع هذا البيت ويصرف وينفق على ابن المريض ما ينجو من الموت. فهنا عندما يريد أن يبيع البيت برضاه يبيع، لو مضطر للبيع هذا البيع صحيح لو فاسد؟ مع أنه مضطر يعني. يقولون لا، هذه لو لم نقول أن البيع صحيح كان بضرر ماذا؟ بضرر البايع. نحن ما نقول البيع مو صحيح اللي هو بمنفعة ماذا؟ بمنفعة البايع. إذا نشوفون الأحكام تدور مدار المصالح والمفاسد، المفاسد. ونحن الآن مو بصدد البحث عن المصالح والمفاسد، مو بصدد البحث عن الآثار الفقهية، وإنما بصدد البحث عن الفروق ماذا؟ الفروق الوجودية بين فاعلية النبات وفاعلية ماذا؟ وفاعلية الإنسان. فإن فاعلية النبات بنحو وفاعلية الإنسان بنحو آخر. ومن هنا نحن نستطيع أن نقول أن الفاعل إما طبيعي وإما إرادي. بعد لا نستطيع أن نقول والفاعل الإرادي إما مختار وإما ماذا؟ مجبر، لأن هذه ليست تقسيمات حقيقية للفعل الإرادي. وهذا ما يوضحه في صفحة 107 مفصلا، بعد الإخوة هم يرجعون إليه. ثم السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في آخر صفحة 108 من الميزان المجلد الأول يقول: ثم نقول هذه النسبة الوجوبية إنما تنشأ عن نسبة المعلول إلى علتها التامة، ويبين نفس نظرية الأمر بين الأمرين. مفصلا إخوة يطالعون هذه المطالب لأنها مفيدة في أبواب كثيرة من مباحث العقائد. وهكذا ينتهي إلى هذه النتيجة صفحة 109.
ومن هنا يستنتج أولا أن المعلول الإخوة يقولون أن الوقت منتهي. هذين المطالب صفحة 108 و109 وإلى آخر 110 يقرؤونها. إذا كان أكو مطلب بكرة يسألون حتى نوضحه، إذا ما أكو مطلب حتى ندخل في الآيات التي بعدها، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم والحمد لله رب العالمين.